شكله ممكن يغير من ايه ساعات بيقال وساعات بيقال. هو بيروح في الجراب ليه كده؟ بيتروح شكله اتغير من الكوبايه للطلاب. الريكست يا جماعه هيجي من الفعل. مفيش حاجه اسمها ريكوايرمنت يا جماعه. من اول الحته اللي فاتت ما عادش حاجه اسمها ريكوايرمنت وميديا. هدول بس اللي عندك. الميديا يا الميديا بقى بتاع الريجست عباره عن تاج، لازم يكون الريجست يحطه جوه تاج، يعني ما ينفعش انزل على الكود الطبق لازم اعيد ارجعه جوه سيل. طب ايه انواع السيل اللي ممكن ازرع جواها الميكروب ده؟ قال لك ممكن ازرع الميكروب جوه تشو جوه اي نسيج، اجيب نسيج من اي كائن واحط الطبق واحط البكتيريا عليه. يعني البكتيريا هتتكسر في اي تشو او في الايج عشان الايج عباره عن خليه او في الانيمال. وبياخد الميكروب 7 ايام عشان تتكسر في هذه السيل تشو او ايج او ما عادش النهارده يا جماعه حد بيحط البكتيريا في الانيمال اللي بقت مصيبه ممكن احط البكتيريا في الانيمال اللي بقت يخرب منه. شغل الاشياء اللي فوق. حقيقي في امراض كتير جدا في العالم كانت بتتحط في الانيمال زي الفيران وبتهرب. اول حاجه يا جماعه بنشوف بيزرع جوه السيل يا اما تشو يا اما ايج يا اما انيمال. الانيمال بقى مش تابع النهارده شويه. الكبسه يا جماعه بتاعت الانيمال 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 بتاعت الجبس يا صاحبي مرض اسمه تايفس. هو ايه يا جماعه البكتيريا يا جماعه مكتوب عليها كوكو وسلمار صح؟ هي كلمه كوكو وسلمار المقصود بيها ان شكلها وصف من الاثنين لا. مش شكلها وصف من الاثنين، شكلها ممكن يتغير الكوكاي لايه؟ وسلمار. طيب البكتيريا بتاعها مرض اسمه تايفس وده مكتوب عنده صفحه 76 حتى اشرح الفصل ده عشان نفهم المرض بيبقى عامل ازاي. ده عبارة عن هنا هو المرض الفيروس اللي بيجيله الفيروس. يا ترى المرض بيجيله ازاي؟ قال لك المرض بيجيله عن طريق ارثروبود. يعني ايه ارثروبود؟ المرض بيجيله عن طريق ارثروبود عن طريق انشراح. الحشرة يا جماعة عندها المرض بس ازاي الحشرة بتنقل المرض؟ بتنقل الانسان عن طريق البيض عن طريق البيض بتاع الحشرة اسمها البكتيريا الانسان. والبكتيريا بقى ماشيه جوه دم الانسان بيحصل الانسان فيفر وهيدر. فيفر وهيدر. فيفر وهيدر يا جماعه. تبدا البكتيريا يا جماعه تروح فين بقى؟ تروح مثلا على البلاد فيزل. هي اكتر مكان تحب تدخله وتتكسر جواه قال لك الفاسكولار اندوثيريال سيلز، يعني السيلز اللي بتبطل البلاد فيزل. يعني البكتيريا ماشيه في الدم حبه عملت فيفر وهيدر راح تتكسر فين؟ في الفاسكولار اندوثيريال سيلز. الامتحان لو سالك ايه اكتر سيلز يحبها الميكروب الباسكولار اندوثيريال سيلز. امال الكلاميديا بتاعت الفصل اللي فاتت بتحب حاجه اكتر؟ كونجكتيفا كونجكتيفا. فالميكروب دايما يحب يعمل ريبليكيشن فين؟ في الباسكولار اندوثيريال سيلز. عايز تخيل الميكروب متكاثر في البلود فيزل في السيلز بتاع البلود فيزل. مع التكاثر ممكن يحصل لبعض السيلز يا ترابشر. ولا يحصل رابشر يحصل الدم ايه اللي جوه البلود فيزل؟ ليكج او سايد الليكج ده يعمل هنا رابش. يعني تيجي تبص كده تلاقي كده جمر الدم تحت السكن. يجي من حصل رابشر لبعض الغلط جدا. وفي الاخر يا جماعه نفس الشيء رابشر بس عشان يتهم بس. بس احنا ممكن نفتكر ان الاعراض الاولى في المرض فيفر وهيدك وراش. فيفر وهيدك وراش. اللي هي يعني طب طب حصل ليه؟ ما الميكروب اللي كسر يا جماعه في الغلط جدا. في الغلط اللي جاي جدا. في بعض الغلط اللي في بعض الغلط اللي هتلاقي حاجه مش موجوده. هيعمل ايه جمر الدم ده عباره عن كل مرض ثاني. يعني مرض ثاني اسمه مرض الجسم الثاني بيجيله عن طريق الحشرة. البكتيريا من الاخر بتتجوز الجسم او الحيوان ازاي؟ بتروح على البلد بيزل تعمل ريبليكيشن. في الاول بيحصل ماشي بس بيحصل بس. يعني في مرض هيلك ماشي في النهايه بس. مرض ثاني سمعنا عندك جدول فيه مهم، جدول في 76 بعدين مهم جدا. دي في مرض كامل. جدول الرحم قد وعادي. لازم اركز معايا. Thank you.
بعد كده ربيت من عندنا هيك بالذات عملية بايباس كيكسيا كتانة كيكسيا مشروعية كيكسيا وبالذات
حاله تصاب الارض حاله تلحق. بروزاك اللي هي اشهر على الازياء بيقول لك بروزاك دي هي المثيره. يعني مثيره او انتاج، عشان هي منتج. وبعدين حتى لا يعني منتج. كيف تكون؟ بروزاك كان مثيره او انتاج كيف تكون؟ يعني هو الصناعه هيكون عشان ناخد الازياء بروزاك. اه حلو. كيف تكون؟ الكاركتر بتاع التركيزيا ازاي هيحصل ولا ايه دلوقتي؟ الكاركتر بتاع التركيزيا اول حاجه هي دي بس هي اسمها الفيروس اللي هي اوبجكتيف اوبجكتيف انتر. الاول كاركتر اللي هي اوبجكتيف انتر اتير، شبه الفيروس اللي هي اوبجكتيف انتر اتير.
طب شبه البكتيريا ايه؟ ايه اللي خلينا نحطها تبع البكتيريا؟ اول حاجه عندها دي ان ايه؟ وار ان ايه زي بكتيريا ورايبوزوم. مش فاهم. يا جماعه الظاهره اللي عنده دي ان ايه وار ان ايه ورايبوزوم. ما فيهاش الا دي ان ايه الا ار ان ايه. اللي بعده دي ان ايه وار ان ايه ورايبوزوم. النقطه اللي وراها يقول بالانتي بلد هي اي بكتيريا. اللي هو الفيروس بيقول ايه؟ بالانتي بلد بتطلع فين؟ بكتيريا بتطلع عن طريق البنيه الجديده الانفصال البسيط. عن طريق الانفصال البسيط لو قصد زي بكتيريا. اخر حاجه هل البكتيريا يا جماعه بتتكسم بقى؟ يا اما جوه السيتوبلازم بتاع الخليه يا جوه النواه يا جوه حتى الفابريك الزوم. هنشوف جوه لسه البكتيريا اللي فاتت وحتى الفابريك الزوم. يبقى هي شبه الفيروس ده وبيجي في ايه؟ انت شبه البكتيريا اللي عندها دي ان يو ار ان يو ار الزوم بيقول لك انتي بايوتيك تنقسم في البنيه الجديده تنقسم في البنيه الجديده بكثره في السيتوبلازم او في النواه او حتى جوه الفابريك الزوم بنروح نشوف لك بكثره جوه الفابريك وخدنا الجزء الاولاني الجدول وسايبين حته اسمها الثانيه في الجزء الاولاني. الثانيه بقى جبت صفحات مارس وطيطر. طيطر خدناها عن طريق طقس الهول. اعراض فيفر وبيتك واحد واحد ومش هتاكل بيموت. وجينا على الواد طيطر وصلنا بينا يا عم. ورقم اثنين. تبدو. بروزاتي كانت مثيره اورينتال في اثنين. المره الثانيه مره مان رولز واد وبيتك. وحتى الألمان عن طريق لوس رودنت من كليم ماي والتك ده خد بالك. طب مين الصفحة أصلا؟ يعني زي كده أنا يعني زي الصفحة دي دايما. الفيروس عندنا يا جماعة في حاجة اسمها فيروس تاني. هو فيروس الصفحة حاجة اسمها الفيروس. إيه اللي بيحصل فيروس؟ إيه المقصود بكلمة فيروس وإيه المقصود بكلمة الفيروس؟ كلمة فيروس يا جماعة بتجي ليها بدور على الميكروب. يعني أقول كلمة فيروس أنا بدور على الميكروب. أمال يعني إيه الفيروس؟ الفيروس أنا بدور على الميكروب. الدايت انا بدور على انتي بودي. ما انا لو اثبت ان الانسان ده عنده انتي بودي اثبت ان هو مصاب بالمرض. يبقى عندنا مع بعض يا جماعه كلمه دايت احنا بندور على مين؟ على الميكروب. الدايت بندور على الانتي بودي. انا لو اثبت وجودي انتي بودي عادي لكن هو موجود. وبندور على انتي بودي دايما يا جماعه فين بقى؟ فين؟ في السيروم. فعشان ندور على انتي بودي في السيروم يقول لك اسمه سيرو ريزيكال. سيروليتيك يعني الحوار بتتم فين؟ في السيرم. يعني هندور على الانتي بودي في السيرم بسرعه تشوف الفيروس. تعالى بص مع بعض. قبل ما اشرح الدايلوج يا جماعه عايز تركز معايا في معلومه قلناها في الترم الاول. معلومه الترم الاول كان انا عامل موبايل فيليكس وما حصلش حاجه فاكرها خالص. بايل فيليكس يا جماعه قال لك الريجستر ده عباره عن ميكروب خطير. ميكروب الريجستر ده عباره عن ميكروب خطير فيه ثلاث انواع من البروتكاست شبهه. نوع اسمه او اكس 2 او اكس 19 او اكس كي ولا مش فاكر حاجه. ده هتشوف الفيلم الاول ان في عالم اسمه مايا فيليكس كان قال عندنا ثلاث انواع من البروتيوس مشابهه لنوع خطير جدا مشابهه للكيكسيا. الثلاث انواع من البروتيوس اللي مشابهه للكيكسيا نوع اسمه او اكس 2 بنقوس في الضغط دي. نوع ثاني من البروتيوس اسمه او اكس 19 نوع اسمه او اكس كي. البص عندنا ثلاث انواع من البروتيوس شبه مين؟ الكيكسيا. احنا بنديها ميتو ايه؟ هنشوف دلوقتي. السبب هنا الميكروب بيعمل فيبر يبقى عباره عن ايه؟ فيبر. لط. شو بيعمل فيبر؟ يبقى شو الدم بلط. طب الانسان هنا الميكروب اللي بياخد بلط دي بتتبلط. الانسان بتلط او بيبس. ونعمل يا جماعه السبب الفيلم ايه؟ وكالشر. في الكالشر حتى هيقول ريكوارمنت وميديا؟ لا. هتقول لي داتا سيت تيشو ايج انيمال. بصي بقى. يبقى هيقول يا جماعه فيلم وكالشر. يبقى دايركت هقول منه ايه؟ مكرشف. نيجي للاندايركت، الاندايركت بندور عليها مصطفى. بندور عليها فين؟ في السيرم. يعني هاخد معايا حبه دم احطهم على الشريحه. لما تكون بتدور في دم الانسان ده على انتي بودي. لما تكون بتدور على انتي بودي في الدم ده لازم تحطهم على الشريحه. بتدور عليه ازاي؟ برافو بتقول له انتي. يفترض انك تحط الانتي بتاعك مفروض مين؟ الريكبسي. لو ما عنديش ريكبسي او متغيرش عندي احط شبهه، مين هو اللي شبهه؟ ولما تحط البروتس عندك كام نوع البروتس ممكن تحطه؟ ثلاث دول مشابهين ليه؟ الريكبسي. ارتفاع اسمه فاير فيليكس ريأكشن هو اللي عمل الكلام ده. فاير فيليكس هو اللي قال لك ممكن يستخدم ثلاث انواع من البروتس مشابهه للريكبسي. نرميها فلو مسكت يبقى خلاص عرفنا ان فيها انتي بودي. فالسؤال يكون الارتفاع ده نون سبيسيفيك. برافو. ان ممكن تكون دي انتي بودي للبروتس ممكن تكون انتي بودي لمين؟ للريكبسي. يتفرقوا عن بعض اعراض الانسان اعراض المرض.
يبعت لي ازاي بص انا عباره عن بلس اعملها دايركت بالنبره على الكوب يا اما فيلم يا اما فرشه الدايركت بالنبره على الكوب يا اما بتستخدم ريجستر انجن يا اما بتحط شريط بي اللي هو البروسيس فبيقول لك بص انت بتحط مع بعض ده نظم ايه بس دول حاجه طب ليه ما نسحبش الريجستر يا جماعه لسه 10 سنين كده مايكرو حضر لكم ما عندناش ولا مره شفنا حاجه بتخش في المعمل ان احنا نعرف نوديها في صح جدا لكن انا كل يوم عندنا بروسيس انا كنت حاطه من الريجستر نيجي بقى يا جماعه لبكتيريا اسمها كوكسيلا او خلي بالك الكوكسيلا ديت الكوكسيلا يا جماعه طول عمرها بكتيريا مستقله لوحدها طول عمر الكوكسيلا بكتيريا لوحدها عايشه عينه لوحدها في اخر سنتين الا ان هي عينه البكتيريا حطوها تبع ريجيتيا وعشان كده عشان نلعب فتره الجدول الجديد الحرمانية موضوع الجدول اللي فوق ده يعني الكوكسيلا طول عمرها عينه لوحدها وممكن مش حد يجي لوحديها بس الحديد تحطوها تبع الريجيتيا يعني لو قلت كده على الريجيتيا انت هتقول بص احنا بقى الكوكسيلا معانا الكوكسيلا بقت تبع الريجيتيا الكوكسيلا يا جماعه دي عباره عن بكتيريا بتعمل مرض اسمه فيو فيفر فيو فيفر بيحصل انسان فيفر وبيروح له وجاي في كويتشا كان تلاقي لك انسان يحصل له فيفر مش عارفين سبب واي كويتشا نيجاتيف فيو فيفر الكوكسيلا يا جماعه دي عباره عن ميكروب بيعيش في الاطفال والمعده حتى زمان مرض برضه بيجيش في الابقار والمعده البروسيلا لسه حد فاكر البروسيلا عباره عن سمين؟ البروسيلا بالتنسس البروسيلا سويسرا يا جماعه البروسيلا عباره عن بكتيريا عايشه في الابقار والمعده طيب وانا عرفت ايه بالبقره والمعده؟ قلنا علاقه بسيطه الناس اللي بتشرب لبن طعم الجاموسه من غير ما تغليه تعمل انجكشن اوف ميلك هيتملها المرض عن طريق انجكشن اوف ميلك بيتملك المرض وساعات يا جماعه البكتيريا بتنزل في السلول بتاعت البقره والمعده السلول بينزل على التراب لو عرفت ايه؟ بعض الناس بتعمله انهاليشن عامل ازاي يعني؟ يبقى واحد بقى فهم وعايز اخد خطوطه في مكان حد شايف ولا خطوطه ورا ظهر البقره ولا معده ولا مش عارف شايف الانهاليشن ده يجي له البكتيريا يجي له اعراض نمونيا وفيفر نمونيا وفيفر يبقى يا جماعه في مرض الفيو فيفر موجوده في الاطفال والمعده ما بتاع طريق انجكشن او انهيليشن نيجي يا جماعه معاها دي تريد ان تبرع عن الفيروس نيجي للبريفنشن البريفنشن يا جماعه بصوا عادي هو البريفنشن يا جماعه للاسف لازم نحط الجدول ده عشان طبعا دول بريفنشن هو جدول رزق يعني مثلا بقول لك عايزين الفيروس تايفوس ده نحمي الناس بس الفيروس تايفوس ده نعرف ده حشره اسمها ايه؟ يبقى لازم اقول لوز كنترول يعني لازم نكتب يا جماعه الامن لازم الامن بالنسبه لكم انا دوت في البار وبيضه طعيم يا جماعه عباره عن فورمالين جلد فاكسين فورمالين جلد فاكسين يعني بتجيب هذه البكتيريا من الكلى وتعمر الناس ويا جماعه اكتر ناس بيجي لها الامن ويجي لها الناس دي كلها كده في الحاله يا ابيض الناس دي لو مش عارفه فورمالين جلد فاكسين بالنسبه يا جماعه للاندينوتايتس الاندينوتايتس هو ده نوع ثاني مشهور بيتنقل عن طريق ايه؟ رودنت يعني نعمل رودنت كنترول ده ممكن الف جدول طيب بالنسبه يا جماعه للسلول تايب بتاع عفريت التكن بلابتك كنترول يعني نحاول نحكي نفسنا نسجن الدنيا يعني دي الحشره دي الاندير تايب يا جماعه البكتيريا بتاعه ليب اتنين ده الوحيد اللي ليب اتنين ليب اتنين كلهم يا جماعه الطرف ده مش هيجيبوا ليب ده عباره عن بكتيريا ليب اتنين ليب اتنين ده كده يا جماعه لكن ده ليه؟ هتلاقي فاكسين، الفلوس ما لهوش فاكسين. يعني ليه؟ بس بتاع ونكت هتلاقي ليه؟ هتلاقي ليه؟ الفلوس ما لهوش فاكسين. الجيو فيفر يا جماعه بتاع المرة والمال دلوقتي بس بتاع هو يا جماعه كده فاكسين. بعد كده احنا صعب الدنيا الموضوع. بعد كده يا جماعه اللي كلهم اللي ليه كده فاكسين اللي ليه ليه اكتيفيتد الجيو فيفر كده الفلوس ما لهوش. حته بقى ايه الحشره اللي نعمل ضغط كنترول تفتكر القصه دي. طيب شوف دي بقى بتاع طريق اللبن تفتكر ممكن نخاف من ازاي؟ امسك يا جماعه نجيب صوت تاني نطلع عليها كده. انا رايي انا رايي انا رايي انا رايي انا رايي
معنى كلمة أنارود إنك تأتي تفهم. إيه معنى كلمة أنارود؟ معنى أنارود معنى البكتيريا بتحتاج إيه؟ معنى كلمة أنارود إن البكتيريا بتحتاج أكسجين. لازم تتحدى كلمة، البكتيريا بتحتاج أكسجين، ده الأكسجين بيقتلها. لازم تتحدى كلمة فاهمة، أنارود مش بتحتاج أكسجين، ده الأكسجين بيقتلها. البكتيريا معنى كده إحنا شفنا دي ناس سبورن صح؟ مين بكتيريا سبورن في المنهج؟ كل البكتيريا في المنهج ناس سبورن. كل البكتيريا في المنهج نون سبورنج معاها اثنين بس. مين هما الاثنين بس اللي في المنهج يا جماعه سبورنج؟ كوليستيريا حاجه ثانيه والانثرا برافو عليك كوليستيريا والانثرا يبقى انت على فكره شايف كل البكتيريا يا جماعه نون سبورنج معاها اثنين بس سبورنج كوليستيريا والانثرا. كل البكتيريا مع ناس بورين ما عرفت بسيطة من مين والأنظر قالوا بصوا مع بعض إلا جرام ملي تفاصيلها دي يا جماعة دي عبارة عن بكتيريا فلورا عايشة في جسمنا وحالات معينة تعمل أمراض يعني هي فلورا بس ممكن حالة معينة فيها ما تعمل أمراض وده اللي هي فلورا ممكن تعمل مرض ده هي اسمها اوبورتونيستيك انفكشن معنى اوبورتونيستيك انفكشن البكتيريا فلورا ممكن تعمل ايه؟ مرض اوبورتونيستيك يعني امراض انتهازية هذه البكتيريا بقى مش لازم تجاهل المرة الاندوجينوس هي اساسا عايشة جوه جسمك اندوجينوس وهي عايشة فين؟ هذه البكتيريا بقى معظمها عايش في الجاي بتاعك معظمها عايش في الجاي تي يعني عايش في الجاي تي وهي بكتيريا ايه؟ انا اروح عايش جواك اندوجينوس ساعات بعض الناس يا جماعة بتروح للاستخدام عملية جراحية في المطبخ ساعات بعض الناس بتروح للاستخدام عملية جراحية في المطبخ ماشي يا جماعة؟ أثناء ما يكون تعمل سيرف في البطن ويحصل أي معنى إنجري أو جرح في الكولون، هذه البكتيريا عايشة في الفلورا فين؟ في الكولون، لكن لما تطلع بره الكولون وتدخل في البلبس أو في الأبدون تبدأ تعمل أبسس. وده جت كلمة إنها فلورا بس ممكن تعمل أمراض لو خرجت مكان بره فيها طبيعي. يبقى يا جماعة أنا ربط كلام سبورن دي معظمها بكتيريا فلورا. ممكن تيجي من بره بس هي معظمها عايشة إيه؟ إندوجينوس، عايشة إندوجينوس معظمها فين؟ في الجاي تي. ولو حصل اي سيرجي او كرون في الشهر تيجي تطلع بره تعمل في البيت بس والابدون تعمل ايه؟ ابسس هم اربعه مش لازم تصير اربعه لازم بس الاثنين عندك في الجدول شايفهم؟ يقول لك الكتاب شكله بكتيريا اسمها بكتيرويد وبكتيريا اسمها بيوز بكتيريا بكتيرويد وبيوز بكتيريا الاثنين انا روبت بيرس بورنج جرام ميديا في مصر الله اللي هي العدوات وهم بيطلعوا برضه انا روبت ميديا يعني الميديا مش ايه؟ اوكسجين الفيروس بكتيريا مثلا في شبه يبقى عايشه فين؟ عايشه فلورا فين؟ قول له عايشه في كذا مكان ده في اي حته بس اهم كلمه ما تنساهاش وقال عليها رورا كيف؟ الاسم رورا فين؟ في الفلورا كيف؟ يبقى الفيروس بكتيريا مع المعاق انها عايشه في فلورا فين؟ في الفلورا كيف؟ ولو لك امتحان امراضها ايه لازم تحفظ امراضها اربعه لسات بشكل جامد جدا يا جماعه امراضها كلمه فيروس ايه؟ عايز تعمل ايه؟ ايوه ايه؟ 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 يقول لك بعد كده ايه اعرفها؟ هذه البكتيريا يا جماعه بتعمل بنسن انجينا. عارفين ايه بنسن انجينا؟ لا 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 بنتكلم عن بريز ميتا. البنسن انجينا يا جماعه هذه البكتيريا عايشه في الدوره الكبدي، وعلى راس المناعه اللي هي بتعمل في الدوره الكبدي يا جماعه بتزور الانسان بيت كبد والسر. بيت كبد والسر غير الفرنس. فالانسان مش عارف يتنفس. مش عارف يعمل نفسه كانه عنده ذبحه كانه كان ذبحه كانه. فدي اسمها بنسن انجينا. بنت الانجينا بيحصل السر وبيثبت في البلد على هذه البكتيريا. هذه البكتيريا بتعمل حرف يو السريشن في الجنجبا يعني ايه جنجبا؟ اللثه وبتعمل كيد انفكشن وبتعمل او اورا كيدني ابسس. تاني الفيوز بكتيريا هي بكتيريا انروت نون سبورن جرامينج دي هتطلع تطلع على الروبوت ميديا اشهر نوع فيها اسمه فيوز بكتيريا نيوميتر مش شفري لكن بسبب شفت 200 هذه البكتيريا اكثر مكان فلورا في الجين الاورال كافتي هي بقى فلورا في كل الجين سيستم مش اهم مكان الاورال كافتي اعراضها فكلمه فيوزو
فيوز بتبقى عباره على بنتن انزيمر اليو اثر بتنجيش بقى الاس سكين انفكشن الاو ورا كده دي عامله بقى كيم فيوز. نيجي للبكتيريا الفاجيزه بقى. البكتيريا الفاجيزه هذه البكتيريا بقى برضه تقع على مرور بنتن البصر يمكن انها عندها كبتون. هذه البكتيريا كبتون هوليز كرايت بتطلع حبه انزيم كتير قوي. اذا دخلت ده لو خدت من هذه الانزيم طلع هذه البكتيريا هي طلع فيه نيز وجرانيز بس امام ثلاث انزيم طلعهم في اول ثلاثه وكمان بتجيب البن لانها كده تجيب البن ثلاث شبابيك الانزيم المذكوره كل بس اول ثلاثه طلع ازاي اسمه بروتيين تكسر ليها تجري لكن هي تجري في السن طلع حاجه اسمها نور امريدين وطلع حاجه دي توكسيك. يبقى الانزيم المذكوره كل البن بروتيين نور امريدين وتوكسيك. البكتيريا هنا نسبتها 35% من البكتيريا اللي موجوده في البطنه من اي ضد اي تهديد. البكتيريا ممكن يعملها في البطنه وهم رقم خالص ما حدش يحفظه. هذه البكتيريا بقى عايشه فين؟ عايشه في البولر وعايشه في الجبهه في الدكتور. وبالتالي لو عملت ابسس ده ابسس في الراجل دي. تعمل ابسس تفرق بين السيستم والبيلفس والبيلفس. والنسائي بقى الجبهه مش بتاعتنا والانزيم مش موجود. الشيخ بقول لك ايه الانزيم ده؟ اول كلمه بين بروتين نيون امريلين وفي توكس بتعمل ايه؟ بيقول له بيت تقدم الابسس. الاسبوع الجاي
استعمال عباره عن بكتيريا سبايرال شيب. معنى الكيلو سبايرال جيت بكتيريا هيليكال سبايرال شيب المره ده. معنى سبايرال جيت بكتيريا هيليكال سبايرال شيب. بالشكل اللي انا هتكلمها في المكتوبه وسميها على طول سبايرال جيت. سبايرال جيت او سبايرال شيب. وما احنا لو كنا عندنا وان جيت في النوم. وان جيت يا جماعه. مين عندنا في المدرسه يا جماعه بكتيريا سبايرال جيت؟ قال لك مناديات انواع. بكتيريا اسمها تريبونيما بروفا تربا تريبونيما بكتيريا اسمها بوريليا بوريليا بكتيريا اسمها ليبوس مايكرو عندنا يا جماعه بكتيريا هي سبايرو كيت ثلاث انواع تريبونيما وبوريليا وليبوس مايكرو اول نقطه يا جماعه الميكروسكوب ازاي نقدر نفهم البكتيريا اول نقطه يا جماعه بايت ميكروسكوب غير صالح ان هي تشوف اي بكتيريا في الدنيا ليه بقى؟ يقول لك هذه بكتيريا سيل بكتيريا سيل يا رفيعه طويله سي رفيعه تقدر تجيب السن انها بكتيريا رفيعه عشان شفوي فبتروح الامتحان الشفوي لما يسالك ليه البكتيريا دي ما تبانش باللايف ميكروسكوب تقول له سن هديك سن لازم نقول له انها رفيعه انا راجع عندكم ازاي تقول ان هذه بكتيريا وعرفنا الكلام بتاع عمل ان هذه البكتيريا هي معاك رفيعه يعني ايه بكتيريا رفيعه بصوا معايا ده هنا يا جماعه حاجه في الميكروسكوب بتاعنا. ده الميكروسكوب اللايف ميكروسكوب في البيت. عدد شهريه، عدد عمليه، وعلاج فرعيه. بص. هنا نحط الميكروب تحت الميكروسكوب الضوء بيعدى عليه من تحت، الضوء بيعدى على الميكروب من تحت، يعدى على عدد شهريه، على عدد عمليه، تعمل شو الميكروب. صح؟ بيقول لك الميكروب بتاعنا اللي هو الترانتايل يعني ايه؟ يعني لما الضوء يجي له من تحت يعكسه لبره. ده المنظر اللي بيحصل الضوء بيجي من تحت الميكروب فيقوم الميكروب عكسه بره طلعه بره الميكروسكوب فسموه ميكروب ريترا طيب بيعكس ضوء بره ما يخرجش جوه الميكروسكوب من اساسه فاخترعوا عشان نشوف الميكروب ده يا جماعه الميكروسكوب ممتاز جدا اسمه دارك جراوند ميكروسكوب دارك جراوند ميكروسكوب الميكروب هو ار اس تي من غير ما يصبغ من غير ما يصبغ وهو مقيد لسه بيتحرك هنشوفه ازاي يعني ازاي الميكروب بيتحرك وار اس تي بتشوفه هو عباره عن ايه بقى دارك جراوند ميكروسكوب؟ هو اللي عباره عن دارك جراوند ميكروسكوب. الميكروسكوب ده لايف ميكروسكوب بس الضوء بيطلع لبره. دارك جراوند ميكروسكوب عادي بس الضوء طالع اوبريت لبره. عينك تشوف حاجه؟ عينك مش تشوف الا الضلمه. صح؟ فسموه دارك ميكروسكوب، معنى دارك عينك تشوف الا الضلمه. وقال له ده اللي هيشوف الميكروب؟ ايوه هو ده. الضوء طالع اوبريت لبره صح؟ تعالى نحط الميكروب هنا. الضوء طالع وبريك بره هيحط مين؟ الميكروب. الميكروب الفرطاين هيعكس الضوء اللي جوه الميكروسكوب هيعكسه. ممكن بيبدا حتى في الداتا. الخارج بقى الضوء بليه. يبقى الضوء يا جماعه وبريك طالع لبره هيعدي على الميكروب، الميكروب الفرطاين هيعكسه لجوه. وصلت؟ هيعكسه دخل الضوء جوه الميكروسكوب هيعكس منه. ايه معنى الميكروسكوب ده؟ الميكروسكوب ده عامل ايه؟ حاجه اسمها فيس كونتراست ميكروسكوب والميكروسكوب اسمه فلورسنت ميكروسكوب شويه عندنا. فلورسنت ميكروسكوب ده عباره عن ميكروسكوب شايفين الميكروسكوب بيرفع عليه قلب بيقول عليه ايه؟ فلورسنت. كده مع بعض. عندنا اربع ميكروسكوبات، اللايف ميكروسكوب ينفع يا جماعه؟ لا الميكروسكوب ايه؟ احسن ميكروسكوب اسمه دارك جراوند ميكروسكوب، ده اللي انت شرحت عنه. وبعد كده في تو ميكروسكوب تانيين، فيس كونتراست فلورسنت يعني ايه بتلبسه بتبقى عامله يعني كنت يا جماعه اربع ميكروسكوبات واحد غلط وثلاثه صح الغلط هو هيشوف اللايف لكن شاف الدارك جراوند وفيس كونتراست وفلورسنت نيجي للنقطه يا جماعه بتاعت المورفولوجي ما اعرفش يا جماعه المورفولوجي ست نقط بتتربط حاطينها في الكيم وتجيب ارينج بتاع الغيارات يعني كام بكتيريا وست نقط العدد المورفولوجي يا جماعه عباره عن الستين والكويل والموديل الستين يا جماعه كل هذه البكتيريا تبقى في جيمس ستين جنسة ستين. البوريليا بالنسبة لي هو جرام وبيبانوا جرام مين؟ جرام مين فعلوا لهم ايه؟ احمر. يبقى كلهم استبقوا في الجنسة. البوريليا بالنسبة لي جرام وبيبانوا جرام مين؟ البوريليا لسه ما كانش مين؟ استبقى اسمها فونتانا واستبقى اسمها سيلفر ستين. ما استبقش في جرام فونتانا وقال سيلفر. كلهم جنسة. البوريليا عندها فونتانا وسيلفر اللي استبقوا عندها الجرام وجرام مين؟ الكويري هي تنسى مع بعض الكويري يا جماعه تنسى مع بعض شديد نفس الحاجه مش فاهم الكويري يا جماعه بتاعت الرنينه
مرض الموقع على الكلى. الكويت الجنوبيه سمول وريجلر ولارج الممبر. كل هي بقى سمول ريجلر بس كلها منتظمه ولارج ولارج الممبر. البريه العكس يا جماعه، ايه العكس؟ يعني الكل يا جماعه لارج لارج الريجلر صفه مش منتظمه فيو الممبر. يبقى التمرين يا جماعه كويس سمول ريجولار ولارج نمبر، كده العكس لارج ريجولار بيور نمبر. الليب الصغير يا جماعه ده شكله، بصوا معايا الليب الصغير ده مش كده، بصوا معايا الليب الصغير ده الاول اللفه دي ده اسمها اسمها برايمري كويل. برايمري كويل دي اللفه الاولى، اللفه دي اسمها برايمري كويل. بعد كده انت هتشوف يا جماعه الليب الصغير نفسه جوه كده، اللفه ده ليه اسمه سكندري كويل. وبعد كده الكوب يا جماعه بيطلع ويروح حتى ليه؟ حد اسمه الموكا، ايه الموكا؟ تاني بقى يبقى ده اسمه برايمري كويل، اللي هو اسمه سكندري كويل، واتحط ده ايه؟ موكا يعني موكا. Gracias.